ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وكويسين وكل حاجه حلوه. النهارده طالع معاكم في الفيديو مع ميرو، هنعمل مع بعض مولتن كيك. احنا مش هنعمله من الف للياء، هو احنا هنجيب الخليط الجاهز دوت من دريم. مبدئيا هو يعني مش اعلان ولا حاجه، هو زي ريفيو. ريفيو بالنسبه لكم انتوا، احنا مجربينه كتير احنا كنا قوي قبل عاملينه كده. قبل كده اصلا، ده نص الكيس مش الكيس كله. بالظبط، فده نص العبوه. يعني هي العبوه اصلا بتكفي 4 قطع، احنا بنعمل 2، فبنعملها طازه بطازه طبعا، ما ينفعش تاكل الا سخن، فبنعمل 2 كل ما نعوز نعمل، كل ما نعوز ناكل. العبوه دي تقريبا مش فاكر سعرها، كانت 30 جنيه 28 جنيه حاجه في الرينج ده، وبتكفي 4 قطع. بيجي معاها 4 قوالب من دول اللي هم الفويل، تمام. المفروض ان احنا بندهنهم زبده قبل ما نحط الخليط بتاعنا بعد ما نحضره. هي مشكلة بس ان انت لما بتستخدم القالب ده ما تعرفش تقلبه. فلو هتحبوا انكم تقلبوه شبه اللي بناكله في المطاعم والكافيهات وكده، مش هينفع تعمل طبعا في القوالب دي. هيبقى القوالب اللي هي التيفال اللي بتدي نفس الشكل اللي احنا بناكله في المطاعم. بس احنا بما اننا قاعدين في البيت ما عندناش مشكلة خالص، فبنعمله بدوت على طول. بنعمل الاتنين قالب على نص العبوة دي. وانا اللي هعمل الوصفة من الف للياء. ايوه مش فاهم. اتمنى انا عملته قبل كده كذا مره، فهي طلعت تستغلني في القناه بتاعتها زي بعض. هي كرسي وقاعد. طيب زي بعض. دي كده المقادير، احنا هنعمل 4 قوالب. كل اللي احنا بنضيفه عليه 60 جرام زبده و3 بيضات كبار، ده لو احنا هنعمل العبوه كامله عشان تدينا 4 قوالب. بس احنا بنعمل عاملين 2 قبل كده وهنعمل 2 النهارده، فهناخد بيضه واحده كبيره و30 جرام زبده اللي هو يعني تقريبا سوتس كوباية. طب ليه ما تقول معلقتين حلوين؟ احنا أول حاجة عشان نعمل تحضير الحاجات دي، تحط نفس الكمية، ممكن تحطي زبدة أقل أو أكتر على حسب ما أنت عايزة. يعني أنا لما بعملها بحط أقل من 30 جرام. بس أنا بالظبط اللي طلع آخر مرة كنت عاملها بنفس المقادير دي. كنت عامل 30 جرام زبدة، تمام، بالميزان بالظبط، مع بيضة كبيرة على نص لعبوه بالظبط. دي كام كالوري؟ فعملت كل كام كالوري؟ لا مش هنبص دلوقتي. عملت بعد ما هيكل. بنضرب مع بعض بالمضرب، مكتوب حتى هي على الخطوات. مكتوب اول حاجه بتشغل الفرن على 180 درجه مئويه وندهن القوارب بالزبده والسمنه. بعد كده بنضيف البيض والزبده على الخليط اللي هنا ونخلطهم كلهم مع بعض بالمضرب لمده 2 دقيقة على سرعه منخفضه، بعد كده 3 دقائق على سرعه عاليه حتى تمام التجانس، لحد ما نحس ان الخليط بقى متجانس وكويس وكل حاجه اتخلطت في بعض. بعد كده بنصب العجينه في القوالب ونحطها في الفرن لمدة من 13 ل 17 دقيقة. ماشي. وبعد كده بنطلعها. درجة حرارة قد ايه؟ قلنا فوق على درجة حرارة 180. يكون الفرن مسبق التسخين. يكون أي معجنات عايزاها تظبط معاكي أو كيكات يكون الفرن مسبق التسخين. تمام، هو عشان كده هو هنا أول حاجة قال لك سخني الفرن، بعد كده ابدأي إن أنت تعدي زي ما أنا عملت الخليط بتاعك واضربيه واعملي الكلام ده كله، فالكلام ده كله هياخد طبعا مش أقل من 5 ل 10 دقايق فيكون الفرن سخن. يلا بينا نبتدي. طيب هي ميرو بس مزودة على الخليط، هم مش كاتبينه، مزودين باكت فانيليا. هي ما بتحب الفانيليا في اي حاجه فيها بيضه عشان ريحه الزفاره، برغم ان انا قلت لها ان انا كانش فيها ريحه زفاره المره اللي فاتت، بس هي برضو مقتنعه ان لازم نضيف لها فانيليا، فنريحها ونضيف لها الفانيليا. هنضيف الخليط اللي هو جاي في العلبه اصلا، نسيت ان انا كنت قافله مسيحه على النار. هو عامل الحركه دي عشان توتي تمسك الحاجات دي وتقعد ترشها في الشقه. نحط الخليط في البوله اللي معانا زي ما اتفقنا. هما دول الباقيين معايا نص العبوه اللي هي 200 جرام. نحط الزبده دي معلقه صغيره بس هي فيها حبه حلوين. بعد كده البيضه، الفانيليا. قلب الاول قبل ما تشغل المضرب، يعني قلبه بالمضرب قبل ما تشغل. انا كنت هعمل كده كده وكده. تخيل لو شغلت دلوقتي الدقيق ده كله طلع عليك. عملته قبل كده، شفت دقيق عشان كنت مسحته. وزي ميرو ما قالتش ما تزعلش، نضربه بس ضربه كده سريعه المكونات عشان ما تضربش في وشنا وتبهدل المطبخ. بالرغم ان بعد كل ده برضه هتضرب في وشنا وتبهدل المطبخ، بس عمل اللي عليك، بس نبقى خفينا شويه اللي هيضرب في وشنا. دي كده المكونات بعد ما امتزجت بالشوكه الاول قبل ما نشغل المضرب عشان ما تضربش في وشنا زي ما رمال. ونبتدي نضرب بالمضرب الكهرباء. اول حاجه قلنا 2 دقيقة على السرعه البطيئه، بعد كده 3 دقايق على سرعه عاليه.
كده خلصنا ضرب خلاص المكونات كلها مع بعض، ودول الاتنين قالب اللي احنا هننزل فيهم الخليط بعد ما اتضرب. دهنينهم بالزبدة زي ما اتفقنا او السمنة حسب الموجود عندكم، احنا دهنينهم بالزبدة. هنوزع الخليط في الاتنين بالتساوي، يبقوا الاتنين قد بعض تقريبا كده، ما يخش ان المفروض ان هو يسيح ويتساوي ويمتزج مع بعض وتبقى كل حاجة حلوة. مش هيسيح يعني، هيترتب بالظبط، النار هتظبطه يعني. هنحطه في الفرن لمدة ربع ساعة ونرجع لكم تاني. وده الملتن بعد ما طلع من الفرن قعد حوالي ربع ساعة. ممكن تزينه بأي حاجة، ممكن تحط آيس كريم أو كريم شانتيه أو مكسرات، ممكن تضيف قطعة شوكولاتة عادي على حسب ما أنت عايزة. احنا هنضيف مكسرات بس كفاية، مش عايزة عندي كتير. مالك دي بتاعتك؟ شاتك معايا؟ خد الاتنين، حط دول. مش عايزة انا. هيترموا؟ عايزة؟ لا مش عايزة، انا هحطهم تاني اصلا بعد ما اخلص الفيديو. ايه ده؟ هنقلهم لك تاني بعد ما اخلص الفيديو. طب ما عليه، ما هو بس تدوق ايه؟ اكيد طبعا. احنا اتفقنا ان احنا عملناها في البولات ديت او في القوالب ديت، فاحنا مش هينفع نقلبها. لو هتحبوا ان تقلبوها في قوالب تانية تبقى في قوالب التفال. وبالمناسبة برضو في موضوع المكسرات، لو انت عايز تحفظيها فترة وما تخزتش منك، بتحطيها في كيس عادي زي ده بس يكون مقفول وتغطيها، والعلبه تكون صفيح ما تكونش بلاستيك او ازاز، لازم تكون صفيح. تمام، هي زي الحاجات دي يعني. بس كده. انت مش لسه، مش بس لسه بدي دوق. ندوق، بدي اقول لك بلاش. نفسي اقول لكم اتفضلوا والله. انا طبعا اللي هقول الاوترو، انا اللي قلت الانترو، انا اللي عملت الوصفه. تمام، ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه تلاقي واقفه بتاكلي بس. كل المعلقه دي وبس كده. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، ما تنسوش تشاركوا في القناه لو عجبتكم، لو انتوا اول مره تشوفونا. طبعا ما تنسوش اللايك للفيديو والشير، والشير كل حاجه حلوه بقى، كومنت اي حاجه تيجي في السكه، انا مش هقول لكم لا. بس بجد اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولوا لنا برده رايكم فيها ايه. ان شاء الله تعجبكم جدا وسريعة جدا، مش محتاجة أي حاجة ولا مكونات ولا فكرة ولا وصفة ولا أي حاجة كده، تبقى متشالة عندك وقت بتحب تعملي حاجة سريعة، بتاخدش 10 دقايق ربع ساعة من أولها لآخرها. ووصفة جميلة وكل الناس بتحبها، وأنا ما شفتش حد ما بيحبش المولتن كيك. عن نفسي لا، على فكرة في صحابي ما بيحبش المولتن كيك. أنا عن نفسي قلت عن نفسي. تمام، حبيت اضيف لك معلومه ان في صحابي ما بيحبوش المولتن كيك. تمام، مفيش مشكله. اتمنى الفيديو عجبكم، واللي في ناس كانت عايزه تعرف ان المولتن بتاع دريم ده حلو ولا لا. هو حلو، جربناه جميل، هو حلو بجد والله. وعلى فكره والله ده اعلان مش مدفوع، هو ده مجرد ريفيو فعلا. منتجات دريم بنجربها في الحاجات الجاهزه دي عموما، بتبقى جميله وسريعه وماتاخدش وقت، بتنجز معاك في الوقت، بتنجز. يعني حاجات بنشيلها كده مثلا، عندنا علبه علبتين ثلاثه حسب، ووقت محتاجين حاجه سريعه ومكسرين يلا قوم نعمل حاجه. او جالك ضيوف مثلا، او جالك ضيوف مش لسه هتعملي حاجه والكلام ده كله، بتطلعي وتعمليها على طول. الموضوع بيبقى يعني منجز وفي نفس الوقت جميل جدا. طب ما تيجي ناكل كده، ممكن ناكل واحنا بنتكلم. ممكن تديني المولتن بتاعي؟ هات المولتن بتاعك. بس احنا اللي جاي كله ملوش اي لازمه يعني، عايز تقفل اقفل. بس كنت عايز اقول لكم خلي بالكم من نفسكم في الايام اللي احنا فيها ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجه برضه، احنا الحاجات دي بناكلها في المطبخ اغلب الاوقات عشان دي ما ينفعش تاكل منها، مسكره قوي. بس طبعا بتعوض لها الحاجات دي فاكهه وكده. برضه ما بتقدرش تاكلها، ما بترضاش تاكلها. اللي عندها اطفال بتنادي عليا. اللي عنده اطفال بلاش سكريات كتير، بلاش الحاجات المالحه كتير، حاولوا دايما تعوضوهم الحاجات ديت. ادوهم فاكهه، ادوهم حاجات معموله في البيت كلها، بلاش اكل من بره. احنا الحاجات اللي هي شوكولاتات كتيره او اللي هي الدسمه او اللي فيها سكر عالي قوي مش بناكلها منها الا في اضيق الحدود يعني. طب حاجه ما قلتليش دي فيها كام كلام؟ قلت لك لما بعد ما هناكل اتفقنا ان العبوه دي 400 جرام، كل 100 جرام 419 سعر. كل 100 جرام اللي هي البوله من دول، او ال هو احنا ما عندناش كريم شانتيه مضروب جاهز يعني؟ ما اعرفش، لا ما فيش فريزر كده. الطبق ده الخليط بس الجيم اهو، ما مكتوبه لكل 100 جرام 419 سعر. ده 100 جرام الطبق بس. انا عايز القالب قليل.
ان شاء الله يبقى اقل من ده كده. مش قليل. لا في لسه حاجه تاني، في ان هو ال 100 جرام بدون الزبده وبدون البيض. البيض طبعا كده مش يعني على الاربع اوائل. دلوقتي بتاعي نص بدايه وحوالي 15 جرام زبده. 15 جرام بنعوض بعد الكلام ده كله بقى. طيب بس استني بس خد بيت المعلومه. 15 جرام زبده الجرام ب 9، قولي 10 ادي 150 سعر غير اللي احنا دهناهم في القالب، حوالي 200 سعر زبده مينيمم غير في البيت. سيبك حاجات صغيره يعني 200 و400 حوالي 650 سعر القالب من ده. محدش يجيبه يا جماعه. لا بجد اللي عايز ياكل الحاجات دي يتمرن بعد الاكل او قبليه، مش قبليه مش بعديه على طول. اضافه كمان ولو مش عايز تاكل من الحاجات دي اتمرن برضه. خلي التمرين ان شاء الله ماشي، ان شاء الله اي حاجه خفيفه جزء من روتين يومك الطبيعي. احنا متعودين ان احنا نتمرن. تمر متشجعنا على الموضوع ده باستمرار برضه، ان انا بكسل اوقات مع الشغل مع الكعبله والحاجات دي. هي على طول بتمرن، على طول برضه بتمرن. انا عن نفسي ما كانش كل يوم بتمرن، يعني كل يومين كل ثلاث ايام حسب ما بقدر يعني. وقت بسمح تسلم ايدك يا حبيبي. تسلم ايدك. نشوفكم في فيديو جديد. باي باي.